السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وعدناكم بنكمل المسابقة، وكل يوم هيتم اختيار أطفال جديدة معانا في سنتر كريزي انجلش، وكمان بننزل الفيديوز بتاعتهم على قناتنا الجميلة منوعات ولغات مع ميس سمر. تمام، النهاردة اخترنا طلبة جداد معانا مروان ومرحلتين مختلفين. مش المسابقة هتبقى ما بينهم بس، النهاردة كل مرة هنعمل فكرة، مرة فكرة بألعاب، مرة أسئلة هتبقى بشكل مميز شوية، ومرة بنطلع طلبة مميزين في كل مرحلة ليهم وبيتم أسئلتهم. تمام، هنسأل دلوقتي عبد الرحمن معانا جريد 1، ومعايا مروان كي جي 2 خمس سنين. اوكي، ومعانا جريد 1. تمام، هنسأل دلوقتي عبد الرحمن في الأسئلة بتاعته. At first you can introduce yourself. What's your name؟ لا أنا مش سامعة صوت، لو صوتنا واطي هنلغي المسابقة، اتفقنا؟ يلا what's your name؟ I'm عبد الرحمن. How old are you؟ I'm 6. What grade are you in؟ I'm in grade 1. Where do you live؟ I live in Cameroon. Where are you from؟ I'm from Egypt. برافو علينا، دي الأسئلة اللي بنبقى مبتدئين فيها. اوكي، after that I'll ask you about these words. اوكي، بس من غير ما تبص. اوكي، طبيب اسنان. Dentist. مدرس. Teacher. مهندس. Engineer. طبيب بيطري. Vet. طبيب. Doctor. رجل مطافي. نعلي صوتنا. Firefighter. لازم نكمل الفيديو للاخر، هتبقى مسابقه ممتعه قوي معاهم. ضابط شرطه. بوليس اوفيسر، ده تاني جزء معانا، وهو في خاص بالكلمات المنهج بتاعه، يبقى اول جزء خاص بتعريفه لنفسه، تاني جزء بكلمات منهجه. اوكي، وات از ذس؟ بص هنا يلا الانسر. ها، وات از ذس؟ وات از ذس؟ ذس سيس ذس اكزيت ذس ذس تو كلاود. نعلي صوتنا. ذس Leave. Very good. After that, what is this? Shoulder. And this? Wall. And this? Teacher. Talk loudly. Cotton. Yeah. Fabric. Good. Red. After that? Blue. This? Wheat. Good job. After that, I'll ask you about the weather. Hmm. What about this? Rainy. What about this? Winter. And this? Sunny. Yeah. Okay. Cloud. Okay. Good. After that. Cold. Cold. Good job. After that, I'll ask you about the. What do you want to be when you grow up? I wanted to be a police officer. A police officer. Good job. Who is he? Firefighter. I should start my answer. He. Okay, who is he? He is a doctor. He is a doctor. Good job. After that, what is this? Move. What is this? Move. What is this? Move. Okay, I'll ask you about the seasons. Okay? Rabia? Spring. Spring. Sif? Summer. Kharif? Fall. Shita? Winter. Winter. Okay, What is this, okay? And this place? Alexandria. Talk loudly, Abd Rahman. Where are you from when I ask you about your country? Egypt, okay. Good job. After that, look at me. Translation, الترجمة. متقدر تقول لي أنا أحب الأيام المشمسة؟ I like... Talk loud, صوت عالي. هلغي المسابقة هنا. يلا، ها ها، هيزعلوا مننا في البيت. أنا بحب الأيام الممطرة. I like rainy days. أنا بحب الأيام المليئة بالسحب. I like cloudy days. أنا أحب الأيام المليئة بالرياح. I like windy days. ولازم تكملوا الفيديو لآخره. أكتر حاجة زي ما قلت لكم، والله 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 أنا مفاجئاهم، وبحب أعمل كده مع كل الأولاد عندي. أعمل ريفيجن فجأة ومفيش أي حاجة تكون مجهزة ليهم. طيب هيا بنا يعني إيه؟ ليتس. طب يلا تقدر تقول لنا هيا نذهب. ليتس جو. هيا نلعب. ليتس بلاي. هيا نأكل. ليتس
اسبح. ليتس سويم. جود جوب. ما نتوترش. بلس ان هو بيعرف يجاوب على كل اسئله الياس والنو، اجابات كامله مع القطع المعروفه، ادوات الاستفهام كامله. اوكي، كان اي اسك يو اباوت ذا كلوز؟ اوكي، وات از ذيس تي شيرت؟ اوكي، اند اي ريفير تو ذيس ووردز. اوكي، وات از ذيس سويتر؟ اي وير سويتر ان وينتر. اوكي، اند وات از ذيس جاكيت؟ ذيس سكيرت. جود. يا برافو. يا شورت. يا يس وايت. جود جوب. وات از ذيس؟ اوكي، شوز اند سوكس اند بانتس. اي حاجه من الكلمات دي بتعامل معامله المفرد ولا الجمع؟ جود جوب، برافو عليك. كلاب يور هاندس يا اولاد. ممكن نشجع عبد الرحمن كده ونكمل معاه الفيديو برضو يا ريت في البيت. Okay, after that I'll ask you about the transportation. وسائل المواصلات. Okay? Yes. What about this? Bus. This? Bicycle. Bicycle. This? Car. This? Motorbike. And this? Plane. This? Drone. And this? Rocket. Okay, this is train and this is rocket. Good job. After that. كفايه كده على المنهج بتاعنا، مع العلم ان هو بياخد فوق مستوى منهجه بكتير. الله اكبر، بنخلص كتابين، كتاب خاص باللغات والتجريبي، بس عشان زي ما قلت لكم انا بسال سريعا لان فعلا فعلا مش مجهزه ليها، فانا سالت بسرعه. اوكي، ده بالنسبه للاسئله كونكت. دي بالنسبه لاسئله كونكت. اوكي، في برضه خاص بالدو والدز، كل اسئله الكورسات اللي فوق مستوى الليفل بتاعه احنا شغالين فيها ريدي جدا. اوكي، افتر ذات ذا لاست كويشنز، هسالك اسئله ليها علاقه بالفونكس الصوتيات. اوكي، تقدر تقول لي جي والاتش ما بنطقهاش امتى؟ عشان قبلها ايه؟ برافو عليك. طب حرف البي لا ينطق امتى؟ لو قبله ام. برافو عليك. وبيقدر يكتب الكلمات برضه قام ودم وغيره، يقدر يكتب لك القاعده. يعني احنا عن طريق دراسته للجيلي فونكس عبد الرحمن بيعرف دلوقتي ان هو يكتب الكلمه كمان اللي بتتنطق له. اوكي، افتر ذات. طيب حرف الاي امتى بنطقه؟ او لو جه بعديه دبل ال. برافو. او ال تي اور او ال دي. برافو عليك. يعني هقولها تان ولا تول؟ تول. ساوند ولا سولد؟ سولد. برافو عليك. كرافت ولا رولد؟ دلوقتي. برافو برافو برافو. كلاب يور هاندز. سقفة حلوة لعبد الرحمن. طب اكشوز وان اوف ذيس. هاي اختار لعبة من دول. يلا حبيبي بنتين، يلا قول لهم. ممكن تقول لاصحابنا اللي سمعونا في البيت عشان يستفادوا يبقوا زيك، هنقول لهم ايه؟ ثانك يو. ويلكم تو رمضان. اند هابي رمضان. جود باي. لا لا لا، لازم نشكر ماما عشان بتساعدنا في البيت برضه، عشان هي مش هي بتقعد تساعدك معايا وبتخليك تذاكر في البيت. يلا لا، ثانك يو مامي. جود باي. برافو عليكم. ما ننساش نعمله لايك ونشترك في القناه ونشجعه. وبجد بجد انا فرحانه جدا جدا بالمستوى بتاعه، هو وطلبه كتير الحمد لله معانا، علشان يكفيني شرفا ان كل المسابقه وكل اختياري للاولاد بيبقى اختيار مفاجئ غير مجهز ليه. يعني المسابقه دي قلتها لهم من شهر اعتقد، وانشغلت شويه عنهم وحبيت الاولاد ما يزعلوش، فحتى قلت مش لازم اعملها كومبيتيشن كبير، على قد ان انا اسالهم واحفزهم. ثانك يو عبد الرحمن، اند جود باي.